الحقيقة المؤتمر ده هيعرض بمنتهى الوضوح والصراحة الأزمات التي تواجه المستشفيات الجامعية وطرق الحل. والحقيقة الصحة والمستشفيات الجامعية والصحة في مصر ده خط أحمر وأمن قومي، وإحنا في أشد الحاجة إلى تصحيح بعض الأخطاء اللي يجب أن احنا نعترف بيها. والهدف من المؤتمر أن مجموعة كبيرة من المتحدثين هو يديروا مستشفيات كبرى وأماكن حيوية في الصحة في مصر في المستشفيات الجامعية، وعندنا مشاكل لازم توصل للمسؤولين، ومنها أن بعض المستشفيات ومنها مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد لم يدفع مرتبات الموظفين منذ أكثر من 3 سنوات من خلال المالية، رغم أنهم موظفين حكومة، ويتم دفع المرتبات من خلال الدخل الشهري للمستشفى، وده بيأثر تأثير مباشر على القدرة على التطوير وعلى القدرة على التطور وتجهيز المستشفى والصرف عليها وجذب الأطباء المتخصصين. فيجب أن نحط حد لذلك، وأقل شيء هو دفع مرتبات الموظفين من موظفين حكومة، لأن هي الحكومة هي اللي عينتهم وهي اللي بتعينهم. فإذا احنا بنأمل أن يتم تبني ذلك، لأن ده حق ليهم أنهم ياخدوا مرتبات، لأن أنا لو دفعت لهمش المرتبات من دخلي مش هيقبضوا. فطبعا ما نقدرش أن احنا نسيب الموظفين، عندي 5000 موظف. الحاجة الثانية، في قرار سيد وزير المالية رقم 1 لعام 2015، الحقيقة احنا فوجئنا بالقرار ان بيحظر التعامل او دفع عمل عقود بالساعة لأي في اي جهة حكومية، واللي هيخالف ذلك يتحول الى التحقيق والمساءلة، اضافة الى انه يتحمل هذا ما سوف يتم دفعه من دخله الشخصي. طيب هتكون النتيجة ان انا كمدير مستشفى مش همضي على ولا عقد ساعة. جميع الاطباء اللي بيشتغلوا في الرعاية، جميع الأطباء اللي بيشتغلوا في الطوارئ، جميع نسبة كبيرة تصل أكثر من 60% من التمريض بيشتغل بالساعة أوفر تايم، نسبة كبيرة من العاملين في الفنيين الأشعة وفنيين المعامل بيشتغلوا بالساعة، ولو لقى مكان يدفع له أكثر مني هيسيبني ويروح له. لما يحصل قرار زي ده وابتدى تحصل بلبلة فعلا جوه المستشفى إن مش هيبتدي يدفع لهم، مش هي طبعا في ناس بتحاول تستغل الفرصة وتستغل الوضع وتاخد أي قرار وتقول أي كلام عليه ممكن يثير بلبلة بين الموظفين. طب هتكون النتيجة إيه؟ إن كل الناس دي هتسيبني وتمشي، طب ما المستشفيات مش هتشتغل. فأنا أرجو من السيد معالي السيد وزير المالية إن يستثني المستشفيات من هذا القرار، نظرا للظروف اللي بتمر بها المستشفيات وطبيعة عملها، لأن طبيعة عمل المستشفيات تختلف عن أي جهة أخرى. فزائد بعض التوصيات هنطلع بيها وإن شاء الله هنرفعها للسيد رئيس الوزراء اللي هو راعي هذا المؤتمر. الحقيقة هو بيدينا كل جهد وكل مجهود وكل دفع للمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، ونرفعها برضو نسخة من التوصيات للسيد رئيس الجمهورية. على حاجة في منتهى الخطورة هيشاركنا فيها كبار مديري المستشفيات على مستوى الجمهورية المتحدثين، وهنتكلم على المشاكل اللي بتواجه المستشفيات الحكومية. والحقيقة المشاكل في منتهى الخطورة، والصحة في مصر خط أحمر، والصحة في مصر أمن قومي. لنا بعض الملاحظات، مش عيب ان احنا نعترف بأخطائنا او أخطاء ما سبقونا، لكن المفروض ان احنا نطور ونصلح وناخد خطوات إيجابية نحو الأمان. الهدف الكبير ان كل واحد منا من مدير المستشفيات الكبرى في مصر، وكل مستشفى منهم هي صرح قومي في حد ذاته، هيتكلم عن المشاكل اللي عنده بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة، وهيقول المشاكل ازاي قدر يحل الجزء اللي هو حله، وايه المقترحات اللي بيقترحها عشان يحل الجزء اللي هو مش قادر يحله. ودي هتحتاج تعاون من الحكومة. في نفس الوقت هنعمل اللي بنسميه برين ستور، كلنا هنفكر في مشاكلنا مع بعض. قد يكون الحل اللي عندي اللي انا اتخذته واحد من الزملاء يقدر يستفيد منه او العكس، بحيث ان احنا نقدر نتعاون جميعا لان المصلحة واحدة، وهي بناء صحة جيدة في مصر و
وضع المستشفيات على الخريطة في الوطن العربي. الحقيقة السيد رئيس الوزراء تحت رعايته هذا المؤتمر، وهو مهتم جدا بالتوصيات. وأحب أن أنا أقول أن مستشفى القصر العيني التعليم الجديد بتتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، لأن الحقيقة وهو أخ عزيز وصديق، لكن وقف جنب المستشفى وقفة أدبية ومعنوية ومالية. والحقيقة لولا الوقفة اللي هو وقفها مع المستشفى كان للأسف أقدر أقول لك المستشفى دي كانت هتقفل في خلال شهرين. فالحقيقة ده شيء يجب أن يذكر ويرجع الفضل لأصحابه. السيد رئيس الوزراء مهتم جدا بنتائج المؤتمر، وإن شاء الله التوصيات هنرفعها للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، لأن إذا ما كانش هيتم تنفيذ أو المساهمة في تنفيذ هذه التوصيات النتيجة مش هتبقى حلوة. فأنا بطلب من الأستاذ دكتور جابر نصار وبطلب من السادة الحاضرين أن توصيات المؤتمر إذا وافقتوني هنصغها وهنعمل وفد برئاسة الأستاذ دكتور جابر نصار، ونتجه إلى السيد رئيس الوزراء لإتاه هذه التوصيات، وأرجو أن أنتم توافقوني على ذلك. أنا مش هطول عليكم، لكن في الحديث بتاعي لما أجي أبتدي أتكلم هذكر لكم حاجة خطيرة يمكن أغلبكم ما يعرفهاش، وهو قرار وزاري صدر من السيد وزير المالية وأعلنه وأقول لكم عنه بالتفصيل. وهذا القرار يجب أن يراجع، وهو قرار رقم 1 لعام 2015. أنا بشكر السادة الحاضرين وبشكر القائمين على تنظيم الحفل، بشكر شركة سانوبي بالأخص اللي هي راعي هذا المؤتمر، وبشكر جميع زملائي في القصر العيني التعليم الجديد من إداريين وفنيين وأطباء. بشكركم جميعا وبوجه الكلمة للأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر. تفضل.